هذا الوصف مالك يعني يشعرني دائما بالقلق حيال المنتخب المغربي. الفائز من هذه المباراة سيمضي إلى الختام. أنت كنت دائما يعني تنطي المنتخب المغربي فد نسبة ولو ضئيلة. يعني 40-50 أنا تابعتك. من أول ما انضمت السجل. بس هالمرة أشوفك قافل على فرنسا. لا من نفس الوقت يعني الأسلوب اللي اتبع الحقيقة المنتخب المغربي لحد الآن يمكن من أنطي درجة 80-90% وقدر يتفوق به وقدر يوصل لمراحل متقدمة بهذا الأسلوب. لا ضير أنه ممكن ينطي صورة الآن أنه المراحل إذا ما تم بنفس الانضباط ونفس الالتزام بالواجبات أنا أعتقد أيضا راح يكون رقم صعب على المنتخب الفرنسي، رغم أنه الإمكانيات الكبيرة والمهولة اللي الخارقة اللي يمتلكها الهجوم الفرنسي أمام أقوى دفاع أيضا المنتخب المغربي اللي سجل عليه هدف فقط واحد من قبل بخطأ مدافع أيضا. أنا أعتقد المباراة ما راح تكون سهلة على الفريقين، سهلة صعبة على الفريقين.